أبخ خليل الجنيشي كرة لمانديه تقطع تعود أفريقي خطيرة التي لقى بسام الأسرافي والكرة في الركنية. زوز مباريات الماضية 2-0 أمام الشبيبة تاع العمران هنا في رادس، 3-0 في قفصة، تعود لكيني ثم غيث الزعلوني انطلاقة من بسام، هدف معتز الزوزمي يلعب مع بسام علو أنتو مع لاعب الأفريقي تقطع من جانب المدافع فعلو والكرة تعود ترجية، الضغط من بسام الأسرافي وكذلك حفر يبقى الأيمن وجود على دكة البدلاء، كرة من غيث الصغير معتز يلعب في منطقة الجزاء، كرة عايدة من الدفاع القاب، كرة مرفوعة في القائمة الثاني، الدفاع في الركنية والكرة لحمدي العبيدي، حمدي العبيدي التحذير براتويلا في مناطق الترجي الجورجيسي، مانزي يعيد الكرة ثم عمروس وسط الميدان تقطع غيث الزعلوني، بسام السرافي بسام يطلع معها غيث الزعلوني والكرة عند مانزي في الأخير يتفتن مرت العقبي مع فعلو مندير بقيها المنفذ الثاني يستعود لرشيد العقبي ثم ادم قرب يعود فعلو مندير مسام البحر وريت سيف الدين الشربي قل مسام لخليل الكنيشي فعلو مندي يبحث عن مسافر طويل كل عشاق الكرة عشاق المستديرة فلو مندي طويل الكرة سام البحري وسام يسر العرفاوي يرجع طويل الكرة فلو مندي يتدخل بالكرة ممتاز أمام انجازو يرجع الكرة يرجع ورايا فلو مندي يبعث عن مساندة ورايا خليل الجنيشي خسيمة ماش معتز شوشان ورايا فلو مندي نسيم ممتاز نسيم حركي لمسات فنيه قولي خلفه ترجع الكره نسيم من فالو مندي قولي خلفه الكره الاخيره من قولي خلفه ترجع الكره ورايا فالو مندي مندي تعمل ترجع قولي خلفه زي فيها الشرقي فالو مندي يسر الزفلاوي يرجع بالكرة فالو مندي طويل الكرة يبحث عن يوسف سنانة ممتاز فالو مندي يبحث عن المرسل يرجع بالخليل الكنيشي تنطا مهيب الشامخ يلعب الكرة طويلة فالو مندي التغطية الدفاعية ميتم الكرة دخل منطقة الجزاء يرجع فالو مندي في التغطية الدفاعية
محمد الصدق النجم يوسع الكور وممتاز هو ترجع من يوسف الفلاوي هو حمد بن هلال تبقى الكره في فريق النجم تلو التدخل من ميدا الشامخ ويفر الشامخ طويله الكره البحث عن نسيم ترجع الكره من خليل القنيشي يمشي الكره لفالومنتي لعبه طويله طويله البحث عن يوسف سلاله ترجع من البحري حسام البحري فالومنتي معتز شوشه لقطه فنيه لكن يتدخل لعب ليشي تمشي الكره لفالومنتي فالو مندي فالو مندي طويل الكره يبحث عن تيبي لكن يتدخل حاوي يوسف الزفلاوي يرجع لفالومنتي فالو مندي فالو مندي يبحث عن المساند للحارس سيف الدين الشرقي سيف الشي خليل الكبيشي فالو مندي فالو مندي سكورة من شريف بوديان يرجع في دفاعات النجم الكورة واختير الكورة يخرج سيف الدين الشرقي لحق بلال يبحث عن أحمد ولد الباهية أحمد ولد الباهية مندي مبدأ السلامة خلي الطيران للمدرب الكوتش مدين يونس ترجع فيه من السمخ الكورة عالية انجل الكورة مندي ضربة ركنية مندي يا أخي ميلا برافو لكل الفريق أكيد التقيت أمل لكم هذا النقل المباشر ترجع الكورة من فالومنتي في الحكم يكون مخالفة ضد مندي